عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إذا في هذه الحصة سأشارككم موضوع خاص بمادة الفيزياء في المستوى الثاني البكالوريا، والذي يتعلق بدراسة حركة سقوط كرية في سائل لزج. إذا الموضوع سأطرحه الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة الأسئلة ثم الإجابة عن مختلفها، وبالتالي يمكنكم بعد ذلك مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. إذا فالموضوع كما ترون فهو يتعلق بسقوط كرية في سائل لزج عند لحظتين T تساوي الصفر. نقوم ب أو يقوم بإسقاط هذه الكرية في سائل لزج بدون سرعة بدئية، وهذا أهم، وذلك خصكم دائما تسطروا على هذه الأمور لأنها مهمة. أعطاكم الكتلة الحجمية بطبيعة الحال ديال الكرية الفلزية والحجم ديالها. إذا بواسطة عدة معلوماتية ملائمة نحصل على المنحنى الذي ترونه الآن أمامكم، والذي يمثل تغيرات السرعة بدلالة الزمن. إذا نحن ندرس هذه الحركة في معلم أوكا، بحيث أن زد فهي متجهة نحو الأسفل. إذا من خلال المعطيات التي هي أمامكم، إذا بتطبيق قانون الثاني أوجد المعادلة التفاضلية التي تكتب على الشكل dv sur dt égal a moins 1 sur tout vg، محددا بطبيعة الحال تعبير كل من a بدلالة g وهو 1 وهو 2، وتعبير تو بدلالة 1 وك وف. عبر عن السرعة الحدية بدلالة g وك وف وهو 1 وهو 2. عين أو عبر عن التسارع البدئي كذلك بهذه المعطيات بدلالة البارامتر اللي عندكم، باعتماد على المنحنى حدد قيمة السرعة الحدية، التسارع البدئي حدد كذلك، احسب قيمة معامل الاحتكاك والكتلة الحجمية غودو. إذا عطاونا هنا تكتب المعادلة التفاضلية للحركة على الشكل التالي، والتي يمكن بطبيعة الحال بدون طريقة مباشرة بغير مباشرة أن تجدوا هذه المعادلة التالية كما هي أمامكم الآن. إذا بتطبيق طريقة أولير احسب التسارع والسرعة في 2. إذا معطيكم الخطوة أو حساب الخطوة حساب الدلتا تي 2 ديسمون 3 سكون. إذا كما تلاحظون فهي أسئلة مهمة وجوهرية تطرح دائما على شكلتها في الامتحان الوطني، لذا أنصحكم بإعادة هذا التمرين مرات عديدة لكي تستوعبوا هذه الأمور. إذا سأقوم بالإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا فيما يخص السؤال الأول، إذا أولا بتطبيق القانون الثاني، إذا ماذا يقول هذا القانون الثاني؟ إذا سأخذ دائما القانون الثاني، يقول بأن مجموع القوى المطبقة على جسم معين هي ام A. إذا في نظركم ما هي القوى التي لدينا؟ عندنا القوة P و F تأثير الهواء ودافعة تأثير عفوا، لأن الكرة تخضع لقوة احتكاك المائع اللي هي F بلس F A قوة شدة أرخميدس تساوي ام A. إذا A بيان سور A دو جي يعني ديال المركز. إذا هنا بإسقاط هذه العلاقة سنكتب، إذا بإسقاط هذه العلاقة على المحور أوكا ستكتب على الشكل التالي. إذا غتكتب ام جي موان اف موان اف ا إيكال ام ا، سيدير ام دي في جي سور دي تي، سيتادير ام جي موان اف اللي هي ك في دو جي موان اف ا. اذا اف ا سي كوا؟ سي رو دو جي فوا في اللي هو الحجم ديال الماء او السائل المزاح. دونك تو سا ايغال، قلنا دونك عندنا ام جي موان دائك تساوي ماذا؟ تساوي ام دي دو في سور دي تي. إذا باش نوجدو دي في سور دي تي، يعني اون اوغا دي في سور دي تي إيكال أكوا؟ دونك إيكال أ جي أون فاكتور دو أن موان رو دو في سور جي سور أن باردون سور أن فوالا موان كا سور أن في جي، يعني قسمت على أن. إذا وهنا لدينا منساوش بأن رو أن سي كوا؟ سي ام سور في، بمعنى ان ام اتيغال ا رو ان فوا في، وبالتالي تصبح العلاقه
dvg sur dt égale à quoi? Est égal à g 1 moins rho 2 sur rho. Allez, n v ma variété simplifiée. On va prendre là moins k sur m vg. Et donc, من خلال تعبير ديال كما ايتيغال ا موان 1 سور تو في جي. اذا يمكن الاعتبار بان ا ما هي الا جي 1 موان رو 2 سور رو 1 اي بي ني اوتر كو بيان سور 1 سور تو عفوا 1 سور تو اللي هي ان سور تو اعتذر عن الهاتف. اذا ان سور تو غتبقى عندنا هي ماذا؟ هي ك سور ام. دونك هي ك سور ام بمعنى ان تو هي ام سور ك لان قلنا كشي بدلالات رو ان رو في. دونك هذه ام هي رو ان فوا في سور ك. دونك فوالا ليكسبريسيون سي فولي ديال ا وديال 1 سور تو. اذا غادي نحاول دابا نشوفوا الاسئله الاخرى. اذا السؤال الموالي من خلال النص، اذا عبر اعطينا تعبير ديال ا وكذلك ديال تو. دابا السؤال الثاني، عبر عن السرعه الحديه في ال. اذا السرعه الحديه في ال، فنعرف بان السرعه الحديه هي القيمه التي تاخذها تكون ثابته، وبالتالي دي في سور دي تي لاكسيلاسيون غتكون صفر. اذا من خلال العلاقه ديال المعادله التفاضليه، يعني ان ا موان ان سور تو في تاخذ السرعه الحديه تساوي الصفر، بمعنى ان ا سي كوا سي في ليميت سور تو، وبالتالي في ليميت ني اوتر كو ا سور تو. سيتادير ا هي جي 1 موان رو 2 سور رو 1 فوا تو اللي هو رو 1 فوا في سور ك. اذا يا اما تخليها بحال هكا، واما يمكن لك تدخل هذه عندك لو شوا. دونك جو في ليكرير ايسي. دونك في سي كوا؟ سي جي 1 موان رو 2 سور رو 1 فوا رو 1 في سور ك. دونك فوالا ليكسبريسيون دو السرعه الحديه. إذا السؤال الآخر وهو عبر عن التسارع البدئي. إذا التسارع البدئي يعني عند اللحظة تي تساوي الصفر. إذا نعلم جيدا أن الكرة تم إسقاطها بسرعة بدئية منعدمة. إذا من خلال التعبير ديال لاكسيلاسيون أجي زيرو سي كوا؟ سي لا ديريفي دو لا فيتيس بارابور طو الانستون تي إيكال زيرو. دونك سي جو دون دونك سي أ moins 1 sur tau V0. Je remplace comme V0 égale à 0. Ça veut dire que A0 n'est autre que A. C'est-à-dire il y a G1 moins Rho2 sur Rho1. J'espère que ce soit le plus clair pour tous les deux. Donc, la question 4. Donc, اعتماد على المنحنى حديد السرعه الحديه. اذا نحاول نعاود اعيد هذا الرسم المنحنى كي يتضح يبقى عندنا واضح. اذا السرعه الحديه من خلال المنحنى ساخذ واحد اللون مغاير حتى يتضح الامر. اذا بان السرعه الحديه هي السرعه التي يتخذها الجسم او الكريه عندما تكون تيؤول الى ما لا نهايه. اذا تلاحظوا بان السرعه فهي تاخذ هذه القيمه الثابته التي هي ماذا؟ هي افرجيل ويت. اذا السرعه الليميت سي كوا؟ سي 1.8 متر بار سكوند. بينما هذا بالنسبه للسؤال الف. بالنسبه للسؤال باء وهو التسارع البدئي، نعلم جيدا ان التسارع البدئي قلنا هو دي في سور دي تي الانستون تي ايكال زيرو. دونك هنا بما اعطونا المماس ديال المنحنى، اذا خصنا نحاول نخدموه ما امكن. إذا غنديرو بما أن الدالة فهي دالة خطية، يكفي أن آخذ رقما واحدا، مثلا غناخذ هاد لو بوان هادي اللي هي تاكوريسبون أ 1.8 ونقسمها على لو طون اللي تناسبها. إذا تلاحظوا بأن درت الإسقاط، تلاحظوا معايا مزيان، إذا ساطومب سوغ سو بوان اللي هي ماذا؟ هي 0.8
4 لان هذه شنو هي راه 0 5 اذا هي 0 4 اذا غتعطينا 4.5 متر بار سكوند كاري. اذا ما تنساوش الوحدات لان هاد الامور راه هي من الاهميه بمكان. الان غادي نمشيو للسؤال الخامس اللي هو احسب قيمه معامل الاحتكاك. اذا معامل الاحتكاك ببساطه اذا غادي ناخذ سؤال 5 عندنا الطوق سي كوا سي ام سور كا يعني ان كا ني اوتر كو ام سور تو. اذا ما تنساش بان من خلال المنحنى تو هي تقاطع المماس مع المقارب الافقي اللي هي هذه النقطه بالذات. اذا لذات الاسقاط ديالها غتعطينا الطو هي 0.4 سكوند وبالتالي ك ني اوتر كو ام قلنا سور تو افيك ام سي رو 1 فوا في سور تو سيتادير كو ك ايغال رو 1 سي 2700 من خلال المعطيات فوا 6.32 10 على بويسونس موان 5 بالنسبه للحجم مقسوم على الطو اللي هي 0.4 الوغ جو تروف ك ايغال 0.426 نوبليي با لونيتي كيلوغرام با سكوند. اذا هناك بعض التمارين اللي هي سبق لي لحظه تيقول لك اوجد وحده ديال ك. اذا هذه من الامور اللي خصكم تعرفوها في طريق الحل. اذا الان غنمشيو للسؤال الموالي اللي هو احسب كذلك الكتلة الحجمية. إذا الكتلة الحجمية غو 2 إذا عندنا لدينا دونك لدينا أ إيكال أ جي 1 موان غو 2 سور غو 1. إذا الهدف ديالنا هو البحث عن غو 2 ستادير كو 1 موان غو 2 سور غو 1 إيكال أ سور جي وبالتالي غو 2 سور غو 1 ça sera égal à 1 moins A sur G. Donc, Rho2 n'est autre que Rho1 fois 1 moins A sur G. Donc, il suffit de faire votre application numérique. 2700 que je multiplie par 1 moins 4.5 les NA, il y a 0. Sur G, il y a 9.81. Donc, je trouve que Rho2 égale 1461. 46 كيلوغرام بار متر كيوب. اتمنى ان يكون جوابي هذا صحيحا، واذا كان هناك خطا اعتذر عن ذلك مسبقا. اذا استعمال الاله الحاسبه. اذا بقينا تنظن السؤال السادس. السؤال السادس الذي يتعلق ب عطونا المعادله التفاضليه لان عطونا دي في سور دي تي سي بيان ايغال 4.5 موان 2.5 فوا في جي. وهنا واحد لاسيس او ملاحظه تلاحظوا بان هذه ا ني اوتر كو ا زيرو اللي لقيناها بالفعل 4.5. كذلك لو جبتي هذيك ان سيغ تو غتلقاها بطبيعه الحال هي 2.5 لان ان سيغ تو هي ان سيغ ديفيزي باغ 0.4 سو زالي تروفي 2.5 دونك سو كي بروف كو ليكواسيون اي بيان فيريفي. دونك اذا هذا تنظن بان هذا سؤال مساعد، ولكن في حاله لما تقومش هذه الامور هذه خصك تعرف كيفاش تلقى هاد الاكسبرسيون. اذا بتطبيق طريقه اولير، اذا تطبيق قانون طريقه اولير كاين طريقه وحده اللي خصكم تكونوا عارفينها لان دي في سور دي تي ما هي الا اي. دونك اي سي كوا سي لا فارياسيون دو لا فيتيس بارابور او طون، سيتادير لا فيتيس ان انستون اي بلس 1 moins la vitesse à l'instant t sur delta t. De cette expression, je peux en déduire la vitesse vi plus 1 qui n'est autre que vi plus ai delta t. Alors là, c'est une expression très utilisée. Donc, on va exprimer par exemple si je voudrais trouver a1 à partir de cette expression-là. Donc, a1 n'est autre d'après cette expression, bien sûr. Cette expression, la première expression, donc ce sera égal à 4.5. moins 2.5 V1. Alors, je dois déterminer V1. Alors, comment je détermine V1? Je dois déterminer à partir de cette relation. Donc, V1, c'est-à-dire que je dois donner à I la valeur 0. Donc, ça me donne V0 plus A0 delta T.
Alors, comme V0 égale à 0, cela veut dire que V1 n'est autre que A0 delta T. Alors, je cherche directement A0, c'est 4,5, que je multiplie par delta T, c'est 2 10 moins 3, ça me donne 9 10 moins 3 mètres par seconde. Alors, connaissant V1, je pourrais trouver dans ce cas A1. Donc, A1, c'est 4,5 moins 2,5 fois V1, c'est-à-dire V1, c'est 9 10 moins 3. Donc, ça me donne 4,4775 mètres par seconde au carré. Donc, il me reste alors V2, d'après l'expression, donc V2, il suffit de donner AI égale à 1, c'est-à-dire ce sera égal à V1 plus A1 delta T. Donc, c'est 9, 10, moins 3, plus 4,4775, que je multiplie par delta T, c'est-à-dire 2, 10, moins 3. Alors, je trouve que V2 égale à 0,018 mètres par seconde. Donc, voilà la réponse pour ce sujet. Donc, je vois que c'est un sujet très intéressant. Donc, essayez de le refaire une ou deux fois pour bien saisir toutes ces notions parce que on ne sait jamais cette année, on vous demande ce genre de questions. إذن أشكركم على انتباهكم. إذن اللي بغى نوعية هذه التمارين ما عليه إلا أن يدخل القناة ديالي مات فيزيكوم بوش، يمشي مباشرة للبلاي ليست، غادي يوجد المجموعة ديال التمارين التي تتعلق بهذا النوع من الأسئلة. إذن أشكركم على انتباهكم مرة أخرى، وأتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.